بصراحة يعني جي اكس 2015 يعني الصراحة انا قاعد اشوفها اكسباند يعني توسع اكبر من قبل. Coming back was just it wasn't an option. بس السنة تنظيمها احسن من السنة طافت. ما شاء الله يعني كان شيء عجيب فوق اللي تصورته بوايد وايد وايد. حبينا وايد الانرجي الموجودة. في اوقات ما مش قادرين يعني نتحرك. انا راح اقول لك شعور ايبك. مصدوم مصدوم يعني. سماش كوميونيتي ابداع ابداع من كل النواحي بصراحه. واريو شغلك صح. كي بي ار سنجل اديشن هذا البطوله هذه وايد قويه وعاده احياء الكوميونيتي اللي صار له فتره ميت. اوه يا سلام عليك يا دكتور بيستيريوس. I really wanted to come back to see how the developers had developed, actually. I think you should also try really hard to get developers and publishers from abroad. If you can be like me, you can be one of the first developers and publishers to come to this region. You have a lot of gamers, and you have a lot of people with money. I mean, just come. يعني الناس اللي قاعدين مقبلين أكثر على الجيمز كديفلوبرز أكثر من ما كوميكس ما كوميكس او كوسبلاي بشكل عام. ما شاء الله ابو جيكوب عنده خوش ديمو اللي انا حشيتني الغيره. قام الناس يجون يقول الله يعورني بس خلاص تعال روح شوف واحد ثاني. ما شاء الله يعني كان شيء عجيب فوق اللي تصورته بوايد وايد وايد. كثير انبسطت يعني شفت ناس اجت من اوروبا ومن بلدان يمكن امريكا وبلدان ثانيه. أول شيء ما شاء الله الحضور كل ماله يصير أحسن من السنة اللي قبلها. ثاني شيء نفس ما قلت هو الديفلوبرز كورنر هذا كان شيء جدا ممتاز وملفت للنظر في قاعة البوثات اللي تواجدها وأكثر الناس يتوجهون حق السكشن هذا وكان ما يدرون إن في ناس مطورين بالكويت. في عندكم جيم ديفلوبرز كويتيين صراحة هذلي فاجئوني. أكثر شيء ونسني بجاكس هالسنة أن الجيم ديفلوبرز اللي كانوا موجودين كان عندهم بلايبل ديموز. هي شغله حلوه يعني اعمال خيريه لما الجيمرز يشوفون شيء شيء قدامهم بالقاعه يشوفون يقول اوف والله حلو جايين هالناس هذول خلينا نروح نسوي دونيشن فاحنا راح نساعدهم بالشغله. طبعا وايد فكره يعني رائعه فكره يعني غير تقليديه هنقول ويعني صراحه احنا جربناها يعني عن تجربه الحين معاكم في هالسنه كانت وايد تفاعل رائع. والله شيء وايد حلو راح يرفع اسم الجيمنج كوميونتي او الكوميونتي بشكل عام في هذا المجال. احنا اعتقد ان ثقافه ان اللاعب يعطي هاي تغير نظره المجتمع الخليجي والعربي الى اللاعبين الى المجتمع اللاعبين. فهذا من الجيمنج كوميونتي حي تريننج جيت فتفضل ايوه شكرا للجيمرز العرب للكويتيين بالتحديد الشباب الكويتيين. إذا تبون إيفنتات تصير في الكويت وما قاعدين يشجعون الإيفنتات الحالية تقولون تبون إيفنتات أكبر وأكبر وأكبر وما يشجعون الإيفنتات اللي موجودة الحين عندكم إياها وتقول أوه هاي الإيفنت صغير ما يسوى ها ما يسوى ما راح تحصلون إيفنتات أكبر. اللي عارف يكتب قصص أو اللي عنده قصص حلوة اللي يعزف اللي يرسم 3D اللي يرسم على ورق اللي يرسم اللي يعرف برمجة أو أي واحد لا يبي بأي طريقة أو ثانية يسوي ألعاب فيديو جيمز أو يشارك فيديو جيمز لا تخشون طلعوا. You're doing something by yourself. You're doesn't matter how good you are. It's gonna take forever. إذا أنت كنت جيمر لا تستحي. وقول أنا جيمر. ترى تغيرت نظرة الناس بالنسبة حق الجيمرية. أنا جيمر. متزوج. عندي عائلة. ومتوظف وكل شيء. قاعد أشتغل بهالمجال هذا.